بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور مرتضى الشبراوي، أستاذ طب الأطفال في كلية الطب جامعة القاهرة وفي مستشفى أبو ريش الأطفال. أرحب بكم جميعا وبدعي لكم بالصحة والسلامة. ودلوقتي إحنا ابتدينا بقى نفتح الأعمال ونفتح المدارس ونفتح الحضانات والناس ترجع لأشغالها تاني، فلازم نحتاط عشان ما يحصلش موجة تانية من العدوى من فيروس الكورونا ده. أي طفل أكتر من سنتين لست سنين ينصح له بلبس الماسك إذا قدر يتحمل الماسك. فوق ست سنين طبعا لازم يلبس ماسك. اقل من ست سنين، اقل من سنتين احنا ما بنقولش ان الاطفال الرضع دول يلبسوا ماسكات، بس نبعدهم احنا ونبعد نفسهم عن مصادر العدوى. المرحله الجايه بتاعه الانفتاح لازم ان شاء الله باذن الله نحتاط فيها وما نتركش الامور بقى ونقول خلاص الوباء انتهى ونقعد يعني ننسى العادات الصحيه السليمه والعادات الغذائيه السليمه، ولازم نحرص على ان احنا يعني نقي نفسنا ونقي غيرنا من العدوى. ومع تمنياتي لكم جميعا بالسلامة والصحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.